السلام عليكم، أحييكم وأرحب بكم في برنامج منبر الأحرار. قطاع الجمارك، أو كما يحلو البعض أن يسميه بقطاع البزنسية، هو قطاع قد أصبح يمثل في مخيال كل مواطن جزائري عنوانا للفساد، بل غرة الثراء الفاحش. قد يقول بعض المسؤولين المختصين في فن التبرير في الجزائر: هي مبالغات وأقوال مرسلة وافتراءات جزافية تقال في حق قطاع الجمارك، لكن ما باليد حيلة. فنحن بصدد سيل عارم من المقالات الصحفية المتراكمة والتي تسرد وتسوق لنا قضايا الفساد المتعددة التي قد ضربت أطنابها داخل قطاع الجمرك في الجزائر. على سبيل المثال على الحصر، عنوان صحفي: الفساد في الجمارك التهم ما يكفي لبناء 100,000 مسكن. عنوان آخر: هيئة مكافحة الفساد تحقق في ثروة إطار يملك فندقين في بلجيكا وتركيا وهلم جر. ولعلنا اليوم نقف عند أحد قضايا الفساد المتعلقة بهذا القطاع، والتي قد قام بفضحها وكشفها عون جمركي سابق قد أبى أن يرى. ثروات الجزائر تنهب والسلطات صامتة، لكن كان جزاؤه الفصل، لأن السلطات العليا في الجزائر لا تريد من يستمع إلى ضميره الحي. في هذه الحصة أتشرف باستضافة السيد رشيد عوين، جمركي سابق. سيد رشيد عوين، مرحبا بك في برنامج منبر الأحرار. هل السلام السيد عليكم رشيد معي؟ ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية أشكرك على تلبيتك لهذه الدعوة. أنت جمركي سابق، ودعني أتفائل أقول أنك ربما تنتظر الإجابة، ربما تكون إجابة حتى ينظر إعادة النظر في قضيتك، في قضية الفصل، وتعاد إلى 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 منصب العمل. عفوا، أنت فجرت قضية وفضيحة معروفة، فضيحة نهب الثروات، تصدير الغاز إلى تونس. أود أن أقف معك عند تفاصيل هذه الفضيحة. بداية، السيد رشيد، متى التحقت بقطاع الجمرك في الجزائر، بالقطاع الجمركي؟ التحقت الأخ حمزة بقطاع الجمارك سنة 2000. نعم. هل ولو سؤال، يعني لو ولو ولو تلصصت، هل الالتحاق بالجمارك كان أمر سهل عادي جدا، يعني أو بذلت مجهود، أو كان من الصعب أن تلتحق بقطاع الجمارك؟ والله في الحقيقة كل الأقاويل أن باش التحاقي بقطاع الجمارك على العموم وفي النظرة تاع المجتمع الجزائري أن من الصعب الالتحاق ب أو التحصل على منصب وظيفي بقطاع الجمارك بالجزائر. نعم، جيد. دعني أدخل معك في تفاصيل القضية. أولا، تاريخ هذه القضية، متى تم أنك اكتشفت هذه الفضيحة، فضيحة تصدير الغاز، يعني غير والأدوات التي سخرت لقياس كميات الغاز غير، يعني لا تتفق مع المسائل، مع الأوصاف العالمية، معايير الجودة العالمية. متى أولا، كيف تسنى لك أنك قد اكتشفت هذه الفضيحة السيد رشيد؟ والله في الحقيقة الأخ حمزة، منذ أن التحقت بصفوف الجمارك عزمت على العمل بكل روح وطنية وبدون توان، خدمة وحبا للوطن. فكان لزاما علي أن العام لأنه هو عماد الوطن ورقيه وتطوره. القضية وملابساتها الأخ حمزة في وبالضبط في 20 من أفريل عام 2011 استلمت أمر مهم من طرف المسؤولي المباشر بمفتشية أقسام الجمارك لحاسي مسعود لمراقبة سير نشاط المحروقات بالمصنع الخاضع للرقابة الجمركية بمنطقة البرمة الحدودية المتاخمة للدولة التونسية. نعم.
وعند عند عند استلام الامر المهم تم ب ب ب الطابع الخاص ب القطاع بإدارة الجمارك لحسن مسعود. حين استلامي لأمر مهم انتابني الشك، شك كبير في ملابسات القضية هناك، والحالة التي عليها والوضعية التي عليها مصنع البرمة الخاضع للرقابة الجمركية. استلامي أمر مهم، وعند إعطائي الطابع الخاص بإدارة الجمارك بحسين مسعود سألت لماذا أعطوني الطابع في يدي. قالوا لي بأصح العبارة أنه لا يوجد جمركي هناك، ونحن عندنا لمدة تفوق 6 أشهر أننا نبعث جمركي بمصنع البرمة للتأشير على الكشوفات اليومية لعمليات تصدير الغاز والإمضاء عليها وتأشير عليها بأثر رجعي، وهذا مخالف لقانون الجمارك. حين لم رأيت أن الوضعية غير قانونية وغير شرعية، اتصلت بالمسؤول المباشر لإرفاقي بلجنة لتسليم واستلام المهام ورجاع الوضعية على النحو اليومي، إلا أنني تلقيت رد سلبي من طرف رئيس مفتشية أقسام الجمارك بحسن مسعود المدعو الشيخ محمد. حينها وعند يأسي من إرفاقي بلجنة التحقت بمصنع البرمة ووقفت على حقيقة الوضعية التي فيها مصنع البرمة هناك، الذي تتم منه تصدير كميات الغاز إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وأعددت تقرير حول ملاحظاتي للوضعية لمصنع البرمة. ما هي كانت الملاحظات بالضبط؟ الملاحظات أخي حمزة هي أن أولا أنه لا يوجد جمركي هناك، زيادة على ذلك أن إدارة يعني الجمارك من المفروض والرقابة الجمركي المفروض يشتغل يوميا هناك، يجب أن يكون هناك عون جمركي دائم يراقب المسألة، يراقب عملية التصدير. نعم حمزة، إدارة الجمارك ملزمة بالوجود الجسماني هناك بمصنع البرمة، لازم يكون هناك أعوان رقابة المراقبة اليومية على مدار 24 ساعة لكميات الغاز التي تصدر إلى الشركة التونسية والكهرباء والغاز. وما الذي كان يحدث تحديدا؟ يعني كان يعني كل شهر او كل مده زمنيه معينه ياتي يعني عون جمركي ويختم على او يمضي على المراقبه. نعم كان هناك إرسال، وهو الإجراء الغير قانوني، وهو إرسال جمركي في كل رأس شهر للإمضاء على الكشوفات وتأشيرها بأثر رجعي. معنى هذا أن أعوان الجمارك وإدارة الجمارك تمضي على بياض لكميات الغاز المصدرة. جيد، هذه الملاحظة الأولى بخصوص المديرية العامة للجمارك، هذه يعني متعلقة بمجالك أنت. الملاحظة الثانية ما هي بالضبط؟ الملاحظة الثانية كذلك أني خلال رؤيتي لسجل التقارير اليومية لقيت أن إقرار من طرف أعوان الجمارك الذين يقومون بإمضاء الكشوفات اليومية هناك بأثر رجعي على أنهم يأتون في نفس اليوم من رأس الشهر ويقرون بأنهم يمضون على بياض على الكشوفات التي سبقت بشهر، وهذا منافي جدا منافي نفيا كبير لقوانين الجمارك. يعني هذا يطرح سؤال، يعني انه في قضية فيها تورط، يعني في تحوم هناك شبهة الفساد هنا. ما دام ان هناك غياب كلي لاعوان الجمارك وغياب المراقبة اليومية لكميات الغاز، كل الآثار السلبية تكون فرضيات الآثار السلبية كامل موجودة، ويكون هناك تهريب، هناك
كميات غاز مصدرة غير غير مضبوطة وما شابه ذلك من آثار سلبية على عدم المراقبة اليومية. جيد. الملاحظة الأخرى أن في التقرير ذكرت في أحد تصريحاتك بخصوص الأدوات التي تستعمل لقياس الكميات الغاز، كيف وجدت هذه الأدوات سيد رشيد؟ أنا لست فيما يخص الأجهزة، نعم ينتابني شك أن حول الوضعية التي فيها الأجهزة والمكان الموجود فيه تكون لا تقيس بدقة، ولكن الشيء الذي أكد بأن هذه الأجهزة التي تقيس كميات الغاز المصدرة غير مطابقة لسياسة الجودة بعد التحقيق الميداني الذي قامت به المفتشية العامة للمالية. نعم، يعني الآن أنت فتحت باب الشبهة بخصوص مديري العام للجمارك، وفتحت باب الشبهة بخصوص شركة سوناتراك يعني أو الشركة المسؤولة عن تصدير الغاز. السؤال الآن، أنت يعني هل وجهت تهمة تحديدا لشخص معين، لجهة معينة، لجهة مسؤولة داخل القطاع الجمارك بخصوص هذه القضية، بخصوص غياب أعوان الجمارك هناك؟ هناك علامات استفهام، هناك استفهام. انا كتبت تقرير على ان اداره الجمارك ثبت في حقها ان هناك اهمال واضح في تاديه المهام، وهي الاهمال في مراقبه الغاز المصدر ومراقبه الثروه الوطنيه بصفه عامه. نعم، يعني هو السؤال، إما هو فتحت باب الاحتمالات هنا، إما إهمال أو إما إهمال مفتعل يعني مقابله قضية فساد، مقابله رشوة إلى غير ذلك. يعني الآن الباب مفتوح في للتساؤل. تفضل سيد رشيد، أسمعك. الاحتمالات ما دام أن هناك تعليمات من طرف المسؤولين المباشرين على مستوى حاسي مسعود، أنا أحكي لك على حاسي مسعود، ما دام هناك تعليمات رسمية من طرف رئيس مفتشية أو رئيس مفتشية رئيس مفتشية للفرق بعدم المكوث هناك وإمضاء الكشوفات بأثر رجعي، كل الاحتمالات واردة. هل لنا أن نعرف اسم المفتش المسؤول عن إعطاء أوامر بالذهاب لأعوان الجمارك هناك؟ هو رئيس مفتشية أقسام الجمارك حسين مسعود شيب محمد، سيد شايب الذي محمد. يعمل الآن ب ب شيب محمد الذي يعمل الآن بديوان المدير العام محمد عبده بدربالة نعم بالمديرية العامة للجمارك. نعم، أنت ذهبت اتصلت بالسيد شايب، وهل قدمت له التقرير شخصيا أم لا؟ اتصلت بالمسؤول المباشر، أرسلت له التقرير لرئيس فرقة المحروقات، كما أرسلته إلى مباشرة نظرا لاستعجالية القضية، أرسلته مباشرة إلى رئيس مفتشية أقسام الجمارك في مكتبه، إلا أن كان هناك رد سلبي وكانت ضغوطات معنوية وإدارية، كان الغرض منها هو وقوف أمام كشف الممارسات اللاقانونية التي ثبتت في مصنع البرمة. جيد، أنت الآن لما قدمت التقرير، يعني هل لو دخلنا باب في مجال الضغوطات والتهديدات، هل جاءتك تهديدات من جهة معينة مثلا تأمرك بالتزام الصمت بخصوص هذا الموضوع مثلا؟ أنا لم أتلقى تهديد رسمي في خلال كتابة التقرير في الأول، لم أتلقى أي تهديد رسمي على مستوى حاسي مسعود، إلا أنني تلقيت ضغوطات فهمت من أنها هي تصفية حسابات معي لأنني جيد، كشفت الممارسات القانونية هناك. نعم جيد، تصفية حسابات، ما نوع الضغوطات التي قد تلقيتها؟ هناك توبيخات وانذارات إدارية لا أساس لها من الصحة، كانت كلها مجحفة وتضييق واضطهاد بحقي، نعم، إنذارات كتابية وتوبيخات.
هل تم إبعادك من تلك المنطقة؟ أكيد سيتم إبعادك من تلك المنطقة. في بادئ الأمر خلال كتابتي للتقرير عند بعد 10 أيام أو 15 أو أسبوعين من كتابتي للتقرير، تسرب التقرير الذي كتبته إلى جريدة الشروق، نعم وكان رد فعل سلبي أكثر من طرف المديرية العامة للجمارك ومن طرف المسؤولين في المديرية العامة للجمارك، نعم. يعني من وتم المفروض استدعائي من يعني طرف المدير تم استدعاء تم تم استدعائك؟ نعم استدعائي من طرف مدير الإدارة العامة تم استدعائي من طرف المدير العام للإدارة العامة آنذاك جازولي بوجلطية. نعم. وماذا كان موضوع الحديث؟ يعني ماذا جرى بينكم أصلا؟ يعني خلال دخولي على مكتبه مباشرة كان من المفروض أنه يكون بصدر رحب ويحاول يفهم محتوى القضية، إلا أن كان رده سلبي، قال لي بأتم معنى الكلمة أنت باربود الزوبعة وراك درنا في الفوضى. فهمت أنا اليوم كي كشفت قضية تاع فساد وإهمال الثروة الوطنية، قال لي أنت باربو درنا في الزوبعة. نعم. يعني دون اكتراث، يعني مدة 6 أشهر يصدر الغاز إلى تونس إلى عائلة الطرابلسية، ويعني وغياب الأعوان الجمارك هناك، يعني والمدير العام لا يكترث. لما قدمت التقرير، لكن المفتشي المالي قد قامت بتحقيق، هل هذا صحيح؟ هو بعد خروج القضية للرأي العام، بعث رئيس بعث المدير الجهوي للجمارك بوزبير عبد المجيد، وهذا بعد إذن المديرية العامة للجمارك، بعد إذن المدير العام ومدير الإدارة العامة جازولي بوجلطية، على أساس كتاب التوضيح أرسلوه إلى جريدة الشروق بأن التقرير الذي أعددته كان تقرير خيالي لا أساس له من الصحة، الغرض منه التهويل وتشويه سمعة إدارة الجمارك، ووصفوني بكل الأوصاف التي القبيحة التي يرى التي هي الكذب والافتراء وفبركة سيناريو لضرب المؤسسة. على كل، لما قامت المفتشين بالتحقيق، يعني أكدت ما التقرير الذي قد ذكرته، صح؟ بعد هناك المفتشية العامة المالية قامت بتحقيق ميداني بمنطقة البرمة، ووقفت على حقيقة ما كتبت في التقرير، نعم. كل النقاط التي ذكرتها في تقريري وكل الملاحظات وقفت عليها، يعني أكدت وهي ما ذكرته، هل تدلت أكدت على أم نفت؟ نعم هل يعني أكدت التقرير؟ هي الآن كل أكد صحة التقرير. نعم جيد. إذا لما أكدت مفتشي المالي التقرير، صحة يعني ما التقرير هل كانت هناك تدابير من طرف المديرية العامة للجمارك أو وزارة المالية، أم الخبر كان، يعني القضية كان أصبحت في خبر كان؟ القضية خلال بعد تقديم تقرير مفصل خلاصة تحقيق ميداني الذي أرسل إلى رئاسة الحكومة وأرسلت منه نسخة للمديرية العامة للجمارك، قرر المدير العام للجمارك محمد بدربالة بحقيقة وش كتبت أنا في التقرير بتاعي، وأرسل لكل المديريات الجهوية لسد الثغرات كتابيا. يعني لما وصل المدير العام، وصل له التحقيق والتحقيق المفتشية، وقد يعني تأكد لديه بأن المعلومات التي قد تقدمت بها
سليمه ومطابقه للواقع، هل وجهت تهمه لشخص معين على الاقل، على الاقل بالاهمال؟ القضية وما فيها أن كل الذين ثبتت فيهم فثبت فيهم الإهمال وسوء التفسير لم يدانوا حتى ولو بملف تأديبي. كان الشيء الوحيد أنهم أن المدير الجهوي للجمارك بوزبير عبد المجيد قاموا بتحويله إلى المديرية العامة بالجزائر العاصمة، وكذلك رئيس مفتشي أقسام الجمارك بحاسي مسعود تم تحويله إلى وتم تم تحويله إلى ديوان المدير العام للجمارك. نعم سيد، نعم أكمل، أستمع إليك. نعم سيد رشيد، فقط لو أعطيتك سؤال ربما يخرج عن الخبرة لأنك عون جمركي، لكن هل لك تقدير، يعني هل لك تقدير يعني كم تبلغ، يعني كم يبلغ نسبة الفساد في هذه الفضيحة؟ يعني لديك 6 أشهر والغاز يضخ إلى تونس، يعني من دون مراجعة أعوان الجمارك، كذلك الأجهزة غير موافق، غير يعني مطابقة للمقاييس والمعايير الجودة العالمية، كم تقدر تقريبا، هل تقدر مبلغ معين؟ المبلغ المالي لا أضبطه رسميا، لكن الكميات تفوق خلال 6 أشهر هذه تفوق ال 20 مليون متر مكعب. نعم يعني القضية إلى الآن لم توجه ولو بنسبة يعني ولو تهمة الإهمال لأي أحد. بعد ما قدمت أنت التقرير، يعني كيف تم، أو كيف جاءك الخبر، يعني أو كيف تم استصدار يعني أمر بفصلك من العمل؟ يعني ماذا كان السبب أصلا حتى يتم فصلك؟ يعني هل كان هناك، هل يعني توفر سبب مباشر لفصلك يعني عدا هذه القضية؟ والله في حقيقة الأمر كنت أنتظر من خلال كشفي لهذه الممارسات القانونية، وقضية تمس قضية كبيرة، هذه تمس بالثروة، قضية الدولة تمس بالثروة الأولية للثروة الأولية الثروة الوطنية، والتي هي المورد الأول للخزينة العمومية التي تقدر ب 92% من الخزينة كلها من 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 واردات المحروقات. لكن كنت انتظر على الاقل تهنئة من طرف المدير العام للجمارك على شجاعتي وعزمي على كشف الممارسات القانونية التي سببت خسائر جمة للاقتصاد الوطني، لكن كان عكس ذلك، حيث اصدر في حق المدير العام قرار تحويل خارجي من مفتشية اقسام جمارك بحاسي مسعود الى مفتشية اقسام جمارك بام البواقي. من ان هذا القانون القرار تعسفي رغم من انني عضو بالفرع النقابي بحاسي مسعود، والضرب بعرض الحائط القانون رقم 9014، والذي يتعلق بكيفيات ممارسات الحق النقابي، كما ان القانون 9014 فيما يخص ممارسه الحق النقابي ينص على عدم تسليط عقوبه العزل او التحويل او عقوبه تاديبيه على اي عضو في هيكل نقابي، لان المديريه العامه ضربت هذا القانون بعرض الحائط كل القوانين وصمموا على تحويلي تعسفا من مفتشية اقسام الجمارك بحاسي مسعود. نعم يعني هم يعني ضربوا الاقتصاد الجزائري كله بعرض الحائط، يعني فما بالك بالسيد رشيد. القضية الآن تم فصلك، هل تقدمت بطلب، بمظلمة، هل قمت باتصال بالسلطات مثلا؟ هل اتصلت برئيس الجمهورية؟ هل اتصلت بوزير المالية؟ ماذا كان بالضبط؟ هل اتخذت إجراءات قانونية بخصوص هذا الفصل؟ في بادئ الأمر عند استلامي قررت تحويل عدد طعن على هذا التحويل وأرسلته إلى المدير العام للجمارك، والتحقت بمديرية العامة للجمارك للاستفسار حول خلفية هذا التحويل. عندها
دخلت إلى مدير الإدارة العامة ومدير الموارد البشرية آنذاك جازولي بوشغلتي الذي هو يشغل حاليا رئيس ديوان مدير العام. عندها قال لي عندما استفسرت على أن استفسرت حول قرار هذا التحويل، قلت له بأنه قرار تحويل تعسفي، كما أنني قلت له عضو بالفرع النقابي وقانون 90-14 هو على وش نص، إلا أن مدير الإدارة العامة جاوبني بنفس الإجابة التي تلقيتها حين استدعائي لكشف ملابسات التقرير. زاد عودها لي، قال لي أنت باربود الزوبعة، زاد الخطرة لي، قال لي لازمك تسد الظل. حين عند ردها على الاستفسار فهمت بأن القرار التحويل له علاقة وطيدة جدا وتصفية حسابات على خلفية القضية، قضية الفساد التي كشفتها. سيد رشيد عوين، لو أسألك سؤال، يعني ما الذي دعاك وما الذي دفع بك وحملك على أن تكشف هذه الفضيحة؟ يعني ربما كان أحد غيرك يعني في مكانك يقول أنا يعني ما دخلي، أذهب كل شهر وأمضي التقرير وانتهى الموضوع. يعني ما الذي حملك على كشف هذه الفضيحة؟ والله كل هذه الأمور كلها تابعة لتربية الشخص وضميره المهني، لكن نحن لبينا، لأن لبيت نداء الوطن، لبيت نداء الوطن وعزمت على العمل كروح وطنية ليحافظ على المال العام والاقتصاد الوطني. لبيت نداء الوطن ونداء رئيس الجمهورية الذي قال يقول أدعو كل المسيرين وكل أعوان الدولة لمكافحة الفساد واضعين ثقتهم في دولة العدالة المستقلة. نعم. إلا أن اليوم بعد كشفي لقضية فساد أجد نفسي في مفصول عن العمل. نعم. سيد رشيد ابقى معي، لدينا فاصل نخرج إليه ثم أعود إليك لاستكمال هذا الموضوع. فاصل ثم نعود إليكم سيد المشاهدين، فابقوا معنا. Quel sous-sol de la sécurité militaire? Quel sous-sol de la sécurité militaire, monsieur? Vous êtes venu d'où? Vous êtes au service de quoi? Vous êtes au service de qui? Quel sous-sol de la sécurité militaire? Notre maison est de verre, tout le monde peut la visiter, y compris Amnesty International. Et vous aussi avec. دور الجيش الجزائري في الفترة الماضية كان قويا، بل كان يتدخل زي ما قلت سعادتك، وحدثت بعض التجاوزات. هل يمكن أن يحدث هذا في عهد الخامس؟ لا، لن يحدث أبدا. لن يحدث أبدا. لن يحدث أبدا. لن يكون للجيش، لكن إذا كان من باب الصدفة فلكل جواد على كبوة، لكن أن يحدث من منطلق أنه ما في سلطة سياسية يجسمها رئيس الجمهورية، هذا لن يحدث. أعود إليكم سادة المشاهدين، نتطرق إلى فضائح الفساد في قطاع الجمارك. خط التليفون طبعا مفتوح، أو تستطيعون تتصلوا كذلك بالحصة عبر سكايب لكل من، لكن فقط أن نلتزم بموضوع الحصة، فضائح الجمارك، فضائح القطاع. ولكن حينما تحدث، أريد أن أشير، حينما نتحدث عن فضائح هذا القطاع، نحن لا نقصد أن كل أعوان الجمارك يعني قد تشوبهم شبهة الفساد إلى غير ذلك، لا، بل هناك يعني وطنيين كأمثال السيد رشيد عوين وهو ضيفي هذه الحصة. سيد رشيد، مرحبا بك مرة ثانية في برنامج منبر الأحرار. أعود إليك بخصوص الإجراءات فقط. أنت قلت أنك قدمت مضمون لوزير المالية، يعني في حالة ما يعني وزير المالية لا يتخذ قرار جدي بخصوص فصلك إلى غير ذلك ويعيد النظر في قضيتك،
يعني هل هناك إجراءات قانونية؟ هل ستلجأ إلى القضاء الجزائري؟ هل تثق في جهاز القضاء الجزائري كذلك؟ هل ترى أن جهاز القضاء سينصفك؟ الأخ حمزة بعد أكمل سرد وقائع الفصل بعد شهري من إيداع الطعن لدى مدير العام للجمارك حول التحويل، لم ألقى أي رد على هذا الطعن، بل تفاجأت بقرار توقيف عن عمل في نوفمبر 2011. بعد كان من المفروض أن بعد قرار توقيف على الأقل المدة القانونية كانت شهرين ونصف، أنهم بيمكن كان من المفروض المثول أمام اللجنة المتساوية الأعضاء، إلا أنهم لم تلقى أي استدعاء من طرف اللجنة المتساوية الأعضاء لدى المديرية العامة للجمارك. حين قمت ب كتابة رسالة إلى كل من وزير العدل ووزير المالية، ووجهت رسالة إلى رئيس الجمهورية مباشرة، كما أنني أعطيت الملف كاملا إلى المدير العام للديوان المركزي لمكافحة الفساد السيد سيد عبد المالك. هل 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 جاءك رد مثلا رئاسة الجمهورية؟ هل ردت على هل ردت بخصوص الرسالة أو المضمون الذي كتبته؟ لم أتلقى أي رد من أي جهة قمت بإرسالها، ورغم خطابات رئيس الجمهورية بخصوص محاربة الفساد أو كذا. رغم الخطابات ورغم الدعوة إلى مكافحة الفساد، لما الآن مضى قرابة العشر أشهر على كتابتي للرسالة، لكن لم أتلقى أي رد. كما أضيف سيد حمزة أن المدير العام للديوان المركزي لمكافحة الفساد بعد إيفائه من طرفي بالملف ملف كاملا حول قضية تصدير الغاز دون رقابة جمركية، في بادئ الأمر عند إعطاء الملف أولا لم يكن حين طلبت منه وضع تأشيرة البريد الوارد أو تأشيرة الاستقبال حول ملفي لهذا الملف فيما يخص مكافحة الفساد، لم يقبل بإعطائي نسخة تثبت أنني أعطيت الملف كاملا لهذا الديوان. بعدها بشهرين أو ثلاث عاودت اتصلت ليتصل بالمدير العام للديوان المركزي لمكافحة الفساد، وكانت عندي أخبار بأن المدير العام بدأ في إجراءات العزل. عودت كتبت رسالة إلى المدير العام للديوان المركزي لمكافحة الفساد على تطبيق القانون فيما يخص مكافحة الفساد، لأن المادة 44 من قانون مكافحة الفساد بقانون العقوبات، والتي تنص على أن كل من تسبب في ضرر لمبلغ أو كاشف أو ضحية في ملف فساد يعاقب من 6 أشهر إلى 5 سنوات. اليوم أنا كشفت فضيحة فساد، لقيت نفسي أني يعني أعاني من كل إجراءات التعسف والاضطهاد، وطلبت منه التدخل العاجل هذا المدير العام للديوان المركزي لمكافحة الفساد لإيقاف إجراءات العزل، لكن لم يكن أي رد فعل من طرفه، ولم تكن هناك أذان ساغية لإيقاف قرارات وإجراءات العزل. يعني رغم وعود وزير المالية يعني السيد كريم جودي يديه هنا أنه أمام المجلس الشعبي يعني سابقا يعني في سنة 2011 ذكر أو أعطى وعود بإعادة إدماج إطارات في قطاع الجمارك تم إبعادها بعد تفجيرها قضايا فساد في القطاع. يعني كان هناك وعود لوزير المالية سيد كريم جودي، لا أدري أين هي هذه الوعود. يعني لم يأتيك أي رد من وزير المالية؟ لم يكن أي رد من طرف أي جهة ما، بل بالعكس تفاجأت بقرار العزل رسميا يوم تم تبليغي بقرار العزل في شهر أوت 2012، لكن قرار العزل كان منذ من طرف المدير العام بتاريخ 11 جوان 2012.
نعم، يعني الآن هل هناك إجراءات قانونية؟ هل ستذهب إلى أروقة القضاء الجزائري؟ هل تثق بالقضاء الجزائري قد ينصفك في هذه القضية؟ هناك مدة في الإجراءات الإدارية حول تظلم، حول الطعن في قرار العزل، هناك مدة زمنية تقدر بشهرين للطعن في قرار العزل عند الهيئة التنفيذية التي هي وصية على المديرية العامة للجمارك وبالطبع وزارة المالية. قمت بإيذاء تظلم يوم 12 سبتمبر بالضبط في وزارة المالية. إنني أنتظر الآن لاستكمال المدة القانونية، وإذا ما كان حتى رد من طرف وزير المالية سأقوم بالإجراءات على مستوى مجلس الدولة. على مستوى مجلس الدولة، نعم. يعني ربما يعني يتذكر الوزير الوعود التي قد قدمها، ربما ينظر في قضيتك ويعيد النظر، ربما، لما لا. هناك سؤال بخصوص هذه القضية، يعني هل هناك حالات أخرى سيد رشيد عوين؟ يعني هناك بعض أعوان جمارك، يعني أعوان آخرين كذلك قد عملوا على كشف بعض القضايا الفساد ولاقوا نفس المصير، أم هناك يعني بعض الأعوان من يريدون يعني على كشف قضايا أخرى، قضايا متعلقة بالفساد، لكن يخشون هذه التبعات، يعني هذه القرارات التعسفية في حق من يحاول أن يحمي الاقتصاد الجزائري؟ يعني الآن مثلا لو سألتك عن الحالة النفسية لبعض الأعوان الجمارك حينما يرون هذه القرارات تصدر في حق من يريد أن يعمل بضمير وبمهنية. الأخ حمزة، كل هذه الإجراءات التي سيد رشيد، فقط تعرضت لا تنسى، لها أعتبرها، سيد رشيد ابقى معي، لدي مداخلة بالهاتف ثم أعود إليك، ابقى معي. من معي؟ ألو، تفضل، من معي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي نهدروا على الفساد، والفساد ماهوش في قطاعات، كاين قطاعات بزاف. اليوم رانا نتناولوا في قطاع الجمارك. حنا أنا يا البارح نعم أنا يا البارح رحت للسطيف باش نوقفوا مع الاخ سعد بورقبه. نعم. رفدوني الشرطه، رفدوني انا ويزيد ياسين وبعض الاخوه، كاين واحد 12 واحد. كي رفدونا دونا للكوميساريه. ما تقوليش حتى الربع د العشيه، الاه قالوا لي عندك منظار داري بال95. قلت لهم يا ودي انا القضيه عليها بال95، قالوا لي ما كاينش منها. قلت لهم راهم زادوا عاودوا يبدوني ما بلها في الدم الناس، قالوا لي ما كاينش منها. كيف؟ قالوا لي لازم نشدوك. شدوني من 8 تاع الصباح للربع تاع العشيه، وفي الاخر ظهرت البراءه تاعي باللي انا مخلص عليها. يعني ذوك الشاب الجزائري مجرد يخرج من ولاية لولاية لازم له يروح للحبس، لأنهم ما يخدموش خدمتهم، هم نعم. مفسدين وما يقدروش يعيشوا في مكان ماشي خارج من الفساد. نعم نعم لأن المفسد نعم سيد إذا يخرج. سيد مصطفى، شكرا لك، سأفرد إن شاء الله حصة بخصوص منظومة الشرطة، المنظومة الأمنية إلى غير ذلك. أعود إليك سيد رشيد عوين. نعم، هل السيد رشيد عوين معي؟ أظن هناك خلل تقني، سنعيد الاتصال به مرة أخرى. المتدخل يقول أن القطاعات، يعني الفساد ليس في قطاع الجمارك فقط. نحن نعلم أن الفساد قد استشرى في الجزائر، وقد ضرب أطنابه في كل القطاعات، ونحن نحاول من خلال هذه الحصص
أن نقف عند بعض أمثلة هذه الفساد، عسى أن السلطات تستمع وعسى أن البعض يقتنع بالمشروع التغيير الجذري الذي تنادي به حركة رشاد. عاد إلي سيد رشيد عوين. سيد رشيد عوين، سألت قلت لك الحالة النفسية الآن لديك أنت ولدى كثير من الأعوان من يحاولون أن يستمعوا إلى صوت الضمير وأن يشتغلوا بمهنية ويعني يحاولوا يعني لكشف القضايا الفساد، لكن الآن يروا مصير أو القرار الذي قد اتخذ ضدك، قرار التعسف الذي قد صدر في حقك. بالطبع كل هذه الإجراءات التي تعرضت لها هي تعسفا وظلما، كذلك يعتبرها إجراءات ضد خريطة الطريق التي تحث على أهمية الحفاظ على حرمة المال العام ومكافحة الفساد، كما أن هذه الإجراءات كلها هي بالطبع تصفية حسابات بسبب كشف لحقيقة ما يحدث في عملية تصدير الغاز نحو تونس والتي أضرت وألحقت خسائر جمة الاقتصاد الوطني، كما أن هذه الإجراءات أثارت حالة من الغليان والقلق في أوساط زملائي من الأعوان في قطاع الجمارك، والذين بالطبع كانوا ينوون كشف بعض مظاهر الفساد، كما أن هذه الإجراءات هي ضد خارطة مكافحة الفساد، وهي تساهم من تفشي بعض كل مظاهر الفساد، وهذا بسبب السكوت خوفا من العقاب بالتحويل أو التوقيف. هناك العديد من الأعوان في قطاع الجمارك والعديد من الزملاء الذين كانوا ينوون كشف كل مظاهر الفساد، إلا أنهم بعد ما شافوا الإجراءات التي تعرضوا لها كلهم خافوا، خايفين من التحويل أو العزل أو الفصل أو أي عقوبة مهما كان نوعها. نعم. كما أشير كذلك أن العديد من الجمركيين النزهاء الذين قاموا حتى ولو بإشارة أن هناك الذين لم يكونوا مباشرة مشرفين على قضايا الفساد أو حتى بالإشارة إلى أن هناك ملفات فساد تم تحويلهم تعسفا من مناصب عملهم. نعم. أعود إلى 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 العون الجمركي في حد ذاته، نتحدث عن العون الجمركي وهذا من باب الإنصاف. قبل أن تطرق إلى هذا الموضوع السيد رشيد، فقط رجاء ابقى معي على الهاتف، لا تذهب عنا بعيدا، أستمع إلى هذه المداخلة وأعود إليك، فقط ابقى معي على الهاتف. ألو، من معي؟ السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أنا صديق من الجزائر. صديق، مرحبا بك، تفضل. الله يسلمك. أنا مشكور على كل حال الأخ هذا تاع الجمارك اللي وقف موقف يعني مشرف جميع الموظفين الجزائريين، خاصة في المرحلة اللي أصبحت الدولة يعني منخورة بالفساد، والدليل على ذلك أن قانون الفساد تاع سنة 2006. ألو. نعم، أستمع إليك، أكمل، أستمع إليك. القانون تاع 2006 صراحة يعني هو مهزلة في الحقيقة، ووضع من أجل خدمة الفساد والمفسدين، لأن الفساد في الجزائر حقيقة لا يحارب عن طريق يعني إنشاء هيئات مثل المصدر الوطني لمحاربة الفساد اللي هو أصلا متكون من المفسدين، والشخص اللي راهو على رأس مؤسسة هيئة الفساد هو شخص يعني كان في السلك القضائي وكان يحقق في العشرية السوداء مع الإسلاميين والكويتو، ومن فيما بعد يعني أصبح أعطاه له في الخارج وبقات الأمور على حالتها. يعني الفساد في الجزائر لا يحارب إلا عن طريق تحرير الصحافة، تحرير العمل الصحفي، وفتح القنوات الخاصة من أجل يعني استراتيجية إعلامية من أجل ضرب الفساد في أصله، لأن الدولة المؤسسات اليوم تاع الدولة كلها مفسدة، وكل الأشخاص الموظفين اللي يعينوا يعني يعينوا على أساس الولاء تاعهم، ليس على أساس الكفاءة والاستحقاق والجدارة والإمكانيات والنزاهة، ولكن هو الولاء الأعلى لأصحاب المصالح.
على هذيك اليوم يعني نلاحظوا بأن الجزائر اليوم مشلولة أصلا والمؤسسات مشلولة. وحتى يعني نتذكروا احنا يا رئيس الجمهورية بوتفليقة عندما يعني هجم هجمة سرسة على 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 زعيم حركة حماس أبو جرى سلطاني عندما وقف هذا وأعلن محاربته للفساد. يعني حتى بوتفليقة أصلا هجم هجمة سرسة على 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 هذا وشو أبو جرى سلطاني. كان يعني كان ذلك الظلم إمكانه باش يخرجوا من تحالف الرئاسي إن أبقى بقي على موقفي هذا. وعلى هذا يعني احنا الاخ هذا يا عوين هذا يراه وقف موقف مشرف، ولكن لابد ان تكون هناك مبادرات اخرى من الوطنيين المخلصين الموظفين النزهاء لابد من الدخل. صحيح احنا نعرفوا بان الاشخاص هذو راح يعانيوا، ولكن الموقف اليوم والحالة اليوم والتحديات بالنسبة لي اليوم كل لابد على كل جزائري أن يقف موقف مشرف من حتى احنا على بالنا بأنه راح يعني تكون هناك يعني إقصاءات وراح يحملوهم مشاكل كثيرة كنا بالنسبة إليه، ولكن هذه يعني هذه كلفة اللي لازم يدفعها كل مواطن جزائري من أجل بناء يعني جزائر أفضل وغد أفضل ومؤسسات أفضل ومستقبل أفضل للأجيال القادمة. شكرا يعني لك. وأنا أنصح الأخ ألو أستمع إليك. نعم، وانا انصح الاخوين هذايا باش القرار تاع التوقيف تاعو هذايا ماهوش قرار في الموضوع، يعني يحاول بقدر الامكان لانه راكم تشوفوا هو كيفاش يعني استطاع باش يشتكي امام هذه الهيئه تاع الفساد. ولكن في الحقيقه يعني هذه الهيئه والمصرف تاع الفساد هو يحمي المفسدين. ان كان قانون تاع سنه 2006/06/01 تاع محاربه الفساد يعني اسس هذه الهيئه من اجل القيام بجمع الملفات وان تكون يعني مصدر يرصد جميع الامور المشبوهه من اجل الاستقرارات ومن اجل تحريك الدوله. لا 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 انا شخصيا انا محامي. نعم، انا محامي وعندي قضيه مثل هذه، وكاين مدير عام في احدى الهيئات التابعه لوزاره التضامن الاجتماعي، مجرد مدير عام يعني سمعوني مليح، هذا مجرد مدير عام يعني يتصرف في هذه الهيئه وكانه امبراطور. نعم سيد بضرب العديد. الو نعم سيد صديق، فقط اعود الى ضيف الحصه فقط. لو تكرمت اترك رقمك للرقم الهاتف رقمك الهاتف الخاص للكنترول، ممكن سنتصل بك ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. العفو. العفو استاذ صديق. اعود اليك سيد رشيد عوين، هل لازلت معي؟ نعم انا معك. نعم السيد صديق يشد على 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 عضدك ويحييك على روحك الوطنية بخصوص معاناة أعوان الجمارك يعني والنشاط النقابي. أنت ذكرت سابقا بأنك ناشط نقابي يعني في النقابة الجمركية، يعني أود أن أعرف هل هناك فعلا نشاط نقابي حر داخل 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 الجمارك، يعني وهل النقابة قد قامت بشيء يعني بخصوص قضيتك أنت، يعني هل دافعت عنك، هل قامت بإجراءات لا أدري قانونية، ما الذي يجري بالضبط داخل هذه النقابة؟ والله بالحقيقة هناك فشل تام وتواطؤ كبير من طرف فيدرالية عمال جمارك مع الإدارة العامة ومع المدير العام مباشرة، وعلى رأسها الفيدرالية وعلى رأسها الأمين العام شرف أبو القاسم. كل الكتابات وكل الحماية المخولة لقانون من طرف النقابة التي كان من المفروض أن يشد على 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 أزره ويقوم بالدفاع على عضو نقابة، ما بالك اليوم انها نقابي عضو نقابي ولم يتم لم يكون هناك لم تكن له الحمايه المفروضه، فما بالك باعوان الجمارك العاديين. نعم
هل ترى بأن النقابة يعني بداخلها، يعني هل ت يعني تزاول النشاط، يعني نشاط حر، أم أن النقابة يعني مسيرة من جهات معينة داخل يعني في دواليب السلطة؟ كما تعرفون، كما هي حالة الاتحاد العام للعمال الجزائريين على مستوى على بالنسبة في الجزائر، كما يعرف العام والخاص أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين لم ت لم لم ل ل لم 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 تكن هناك لم تعد المصداقية اللازمة لهذه المنظمة للدفاع عن العمال وحتى عن أقل شيء على النقابيين المنضويين تحت هذه النقابة. نعم، أنا تقريبا قربت يعني قربت الحصة على الانتهاء. سيد رشيد عوين، هل أنت نادم يعني حينما اتخذت هذه الخطوة على يعني و عملت على كشف هذه الفضيحة، هل أنت نادم أم بالعكس أنت مرتاح نفسيا؟ بالعكس الأخ حمزة، أنا مرتاح نفسيا ولست نادما على كل فعل، فهذا واجب الأمانة أمام الله عز وجل، كما ذلك واجب وطني في تأدية المهام. فأنا اليوم مرتاح جدا ومرتاح معنويا، لكن الأمور فيما يخص الماديات ومنصب العمل، الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. نعم، صدقت، رزقه الله. هل لديك كلمة أخيرة تقولها للسلطات العليا في البلاد، لرئاسة الجمهورية إلى غير ذلك، أو الوزير المالية، وكلمة وجيزة لأعوان الجمارك؟ كلمتي للسلطات العليا، وأوجه كلمتي في هذا الحوار إلى رئيس الجمهورية مباشرة للتدخل العاجل، كما أن هذه الإجراءات التي قام بها مسؤول إدارة الجمارك تحسب على الهيئات التنفيذية للدولة، على رأسها وزارة المالية ورئاسة الحكومة. كل هذه الإجراءات هي ضد خريطة الطريق لمكافحة الفساد التي تبناها رئيس الجمهورية شخصيا. فأوجه دعوة لرئيس الجمهورية مباشرة للتدخل العاجل لرد الاعتبار، كذلك لحمايتي ورد الاعتبار، كما أن ترجع هناك ثقة في نفوس كل أعوان الجمارك للعزم هم كذلك على مكافحة الفساد. أشكرك سيد رشيد عوين على تلبيتك لمشاركة في هذه الحصة، وآمل أن تستمع السلطات العليا في داخل الجزائر إلى وخاصة وزير المالية ويعيد النظر، لأنه قد قدم وعود بإعادة النظر في ملفات المفصولين الذين قد الأعوان الذين عملوا على فضح عمليات الفساد داخل قطاع الجمركة. أشكرك على أمل أن ألقاك في حصة أخرى. بهذا قد وصلت إلى نهاية هذه الحصة، أشكر كل من حاول أن يتصل بنا. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.